اللي بنتفق عليه. ما بقول لك ما اتفقنا في الانديه يا جماعه. خلينا نرجع لانتخابات الانديه. لا وفي نقطه ثانيه ترى سم. في نقطه مهمه عشان كذا يمكن انا قلت في البدايه على كلام خالد البلطان انه رجل مشبع. ترى احنا دائما نحكي ولا تولينا مسؤوليه. ايوه ترى لما صح. تكون في الواجهه الموضوع نعم. مختلف بتاتا على التنظير اللي احنا جالسين نقوله. كلام سليم. شوف يا عبد الرحمن انا بالنسبه لي اول شيء كمبدا شوف كمبدا انا احب الانتخابات ولكن اثناء التخصيص غيرهم ما اعترف فيها نهائي. انتخابات بدون تخصيص ما اعترف فيها. هذا واحد. الشيء الثاني شوف الأندية وش صار فيها اللي تم الانتخاب فيها. تضبيط وما تضبيط وهذا اللي يصير في الانتخابات يا جماعة. هذا الوضع الطبيعي. ليش نقول ما نعيش الواقع ونقول ترى الانتخابات كلها تضبيط في تضبيط. ليش ما نقول؟ والله ما يجيك الأفضل. بس هذا الوضع انا بالنسبه لي الانتخابات لا تعتبر الانتخابات. انا دائما اقول هذا الوضع الطبيعي للانتخابات. انا ما ادري ليش احنا نبغى نفهم الناس ان الانتخابات المفروض المنتخب هذا ما يروح يقول والله يا صالح ترى بضبطك انا بس انتخبني. هذا الوضع الطبيعي. هذا اللي قاعد يصير. نكذب على انفسنا وعزائم يعني ما هو شيء سلبي. وعزائم وسفريات وروحات وجيات معروفه ذي. انا اتكلم الانتخابات اللي شفتها انا كلها ما تاتي لك بالافضل لا يمكن. طيب والحل وبعدين ايش ها والحل يا ابو عبد الله؟ الحل امنيتي وحلمي اللي قاعد اقول يا رب متى يصير التخصيص. فكونا التخصيص هو الحل. بتكون هناك انظمه. طيب اذا التخصيص ايش بغير من وجهه نظرك؟ بتغير اشياء كثيره. لا شركات ولا يا عمي بيختلف الوضع. هو يختلف الوضع في رئيس اتحاد كره القدم. شلون يعني برضك حتختار رئيس اتحاد كره القدم؟ بس ترى الناس احنا بنناقش شيء بس هو التخصيص لان الاتحاد ما عندي مشكله. الانتخابات هذه اجباريه. هذه الانتخابات جال على افريقيا كلها. شئنا ما بين الانتخابات هذه لا مفر منها. هذه من الاتحاد الدولي. انت بالعكس اذا ما سويت انتخابات حتعاقب. لابد انت بعدين انا اسمع كلمه رجل قوي 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 يحسونك ان هذا القوي هذا اللي مره يعطيك عين حمراء. لا يا حبيبي القوي اللي هو واثق من نفسه وجاي يعمل عشان ينجح وفريقه. ايوه اتكلم فريقه هو اللي بنجح اللي هم. ايوه اللي بقول لك لجنتين اللي هم حكام وانضباط. ايه يجيب مسابقات. يقول لك علي مسابقات برضو والله بس عليها كلام كثير. الان ما قدرنا نحل موضوع الاهلي والهلال في ولا في مباراه اللي نقل بس خليني اسمع. فانا اقول لك معلش عبد الرحمن اكمل هالنقطه. تفضل. النقطه القوي هو اللي يجيب فريق مع مميز والانصاف يا حبيبي هو العنوان. غير كذا ما فيه. اما واحد قوي عشان يصرح كذا استاذ عادل عصام دي كان عنده اعتراض عليه على طول سوى الحركه بلا ما يموت. لا شوف البلطان